نصيحتي ليكم النهارده عن مشروب الكاكاو، هل ينفع للدايت ولا ما ينفعش؟ مشروب الكاكاو المحلى العادي ما ينفعش للدايت لانه فعلا بيتخن، يعتبر وجبه كامله. لكن احنا ينفع جدا نعمل مشروب دايت ويبقى صحي جدا وما فيهوش اي مشكله ومش هيزود الوزن، بان احنا نستخدم لبن خالي الدسم ونستخدم الكاكاو غير محلى ونحلي بسكر دايت. بكده لو احنا عملنا كوباية لبن خالي الدسم عليه كاكاو خام غير محلى على النار وحليناه بعد كده بسكر دايت، الوصفة دي تنفع جدا 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 نشربها أثناء الدايت، مفيش مشكلة كسناك. عايزين تتقلوه شوية، ينفع جدا معلقة من النشا نخلطها مع اللبن على النار ونحط معاهم الكاكاو الخام ونحلي بسكر الدايت، تحول معانا البودنج حلو جدا شوكولاتة، وبرضه ينفع كسناك في الدايت مفيش اي مشكلة. هي دي كانت نصيحتي ليكوا النهاردة.